هذه المبادرة ليست مبادرة حزبية، هي مبادرة جميع الوطنيين، وانسجام والتحاق المجتمع المدني فيها ما هو إلا واجب وتلبية للنداء. إن التعبئة والحشد وكذلك النظر والتبيان لما يحدق بنا وبما نقابله من مخاطر لا بد أن يتجند له الجميع. هذه ليست مبادرة حزبية، هذه مبادرة جماعية، مبادرة جميع الوطنيين. ونحن نتمنى ألا تكون مبادرة السيسي، ولكن لابد أن تكون مبادرة خارج السيسي، لأننا لو اجتمعنا الآن وكنا بعدد 1300 فهناك الملايين خارج السيسي، ولابد أن نتنقل لهم جميعا لأجل إقناعهم بكل ما هو من مخاطر. وعليه أيضا أريد أن أنبه، وقد سمعت هذه الكلمة مرارا، أننا نساند هذه المبادرة. أعتقد أن هذه المبادرة ليست في حاجة إلى مساندة، ولكن هي في حاجة إلى تشمير لأجل تطبيق ما جاء في هذه المبادرة. هذه المبادرة التي جاءت فيها عدة محاور، ويعني كممثل لجمعيات حماية المستهلك، هنالك محاور أساسية: المحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي، والتي هي من اهتمامات ومشاغل المواطن الجزائري، فلا بد أن نسعى جميعا، وهي ليست مطالب بقدر ما هو التزام منا لأجل تنفيذها. إذا ما كانت هذه الأرضية بإذن الله تعالى تعطى للسلطات المعنية، فإننا سوف نكون خطوة بخطوة أمامهم لأجل أن يكون المواطن الجزائري في أريحية، وبالتالي تسهل عملية الحشد وتسهل عملية التعبئة. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.